يسمى الزول لمقرن مرحبا سيون تخي تخي بيل شونسون دو جاماريناس سوسو دونك تثليث دونك سي العروسة دونك فوالا تثليث بشوية سي العروسة سي اوسي اون كابيل جو كوا جو بونس دونك مكانش حاجة تغيرت aujourd'hui, nous sommes bien sûr lundi, 29 novembre 2021. C'est le début de la semaine chez nos frères marocains que je salue, chez nos frères aussi tunisiens que je salue, c'est dans le monde entier. Nous, c'est la deuxième journée en Algérie. Sbah el khir alaykoum, sbah el khir alaykoum, hbabna, nazna, ta chawiya, lqbayl, hbabna fi koul makan, azzol, damqran. الوغ اليوم جيت باش نتكلم معكم على المشكله نتاع هذا الاستاذ الاستاذ اللي في معسكر اللي يعيطوا له الاستاذ دعشي وخرين يعيطوا له الاستاذ اللي يدافع على الدين الاسلام وكل واحد يقول له كذا وراهو دوكا متوقف على العمل متوقف على العمل علاش خاطرش السبب هو انه هذا الاستاذ هذا قال لهم هو يقري في الشريعة الإسلامية في الليسي تاع معسكر ويشكاو كانوا أولاد بارون ديلاف تاع بنات جاو يشكيو للمدير وقالوا له هذا الأستاذ راهو يقول للبنات نتاعنا اللبسة نتاعكم ماهيش هكرا وماهيش محتشمة وحنا نحبو من فضل السيد هذا يحكم قدرو ما يجيش يهضر مع البنات نتاعنا يلبسوا كيما بغاو. هذه المشكلة هذه دارت ضجة في لي ريزو سوسيو وسورتو لي زيسلاميست اللي جاوا بقوة من بينهم هذو كيف اسمهم
les chaînes نتاعنا لي بريفي وما على بالك لي شين بريفي راهم ليه باش يحبوا قالت نحبوا الدولة الإسلامية على حسابهم هما على حسابهم هما يحسبوا كي يديروا الدولة الإسلامية يبقاو هكذا يبقاو يهضروا يبقاو يجيبوا الناس في ما يحسبوا هكا مساكن الوغ بزاف الناس اللي يعيطوا لي وانا تكلمت مع الناس بزاف تكلمت مع مدير التربية نتاع معسكر تكلمت مع المدير نتاع الثانوية كل حكاو لي هالحكاية هذه قالوا لي ودي احنا واش نقول لكم احنا ناس شكاو لنا وبلغنا واش يقولوا هذا السيد هذا بانه خرج على الشيء اللي يدير فيه وعلى هذاك وقفناه بروفيزوار وراي دارت جات ان كوميسيون هبطت ان كوميسيون ودارت سمعت الاستاذ وسمعت اولياء التلاميذ وسمعت منا ومن بعد رايحين يفصلوا في القضيه انا الناس اللي اتصلوا بيا وقالوا لي تكلمنا على الشيء السيد هذا تكلمت عليه وانا ثاني كنت حتى انا نقول باللي السيد هذا ما عندوش حق يقول يهضر مع هذا الاولاد يلبسوا كيما يحبوهم طفلة عندها حق تلبس طابلية ولا تلبس لاجوب ولا تلبس كيف اسمه لباس اللي حبته هي ما تفرضش عليها انت مي انا غلط ثاني علاش انا نقول لو كان عندنا يكون جينا في بلد كما قال واحد كما نقولوا احنا في بلد اللي كما نقولوا احنا لايكي في بلد لايكي مالوريزمون احنا في الجزائر ماناش بلد لايكي وما والناس تقول بلي ثاني رانا بلد مسلم غلطين رانا ما جبناها لا بلد علماني لا بلد اسلامي لا بلد مسيحي لا نو جايبينها حاكمين العصا من النص فوالا حاكمين العصا من النص الوغ كيفاش صرات علاش نقول كيما هكا بوركوا باسكو انا لو كان جيت انايا كيف اسمو افوكا افوكا نتاع هذا الشخص هذا اتونسيون انا راني نهضر زي سادير نهضر ك نهضر على روحي انا نقول هذا السيد هذا ما عندكش حق تهضر مع الناس هذو مع البنات هذو خليهم يمشوا كيما يحبوا هذا رينا بصح لو كان نكونوا موضوعيين السيد ولو كان نكون افوكا في نتاع السيد نقول السيد ما دار الا خدمته il n'a fait que son travail ولو كان جيت افوكا نطالب باش يرجع المنصب نتاعو وباش يخلصوه في الايامات اللي يعد فيهم ويعطيو له ثاني دي دوماجمون صادير حوايج علاش باسكو ظلموه انا نقول باللي السيد هذا مظلوم انا نقول كيما هكا لازم تفهموني مليح يا جماعه انا راني مانيش مع السيد هذا راني ضده 100% مبصح القانون في القانون نتاع الجزائر هذا السيد هذا دار الا خدمته دار الا خدمته ولكون كون افوكا نوقف قدام المحكمه ونقول له السيد الرئيس هذا السيد هذا راهو الى في كو سون ترافاي علاش باسكو نقول له روح للماده 2 من دستور واش تقول الماده 2 من دستور تقول دين الدوله هو الاسلام هذا هو دين الدوله هو الاسلام وحنا هنا باش نطبقوا واش يقول الاسلام خاطرش حنا رانا مسلمين هكذا والسيد هذا راهو استاذ نتاع التربيه الاسلاميه راه ماهوش تاع بيكزومبل المات ولا تاع الفيزيك ولا تاع الشيمي اللي تدخل في هذه الحاجه هذه نقولوا يا ولدي انت تدخل في حاجه خطيتك ها راكم معايا يا اخي السيد هذا راهو استاذ نتاع التربيه الاسلاميه والتربيه الاسلاميه باش تقول للناس لازمكم تتبعوا واش يقول الاسلام لازمكم تتبعوا الشريعه الاسلاميه ولازمكم تلبسوا كيما اسمه هذا تغطيوا رواحكم كيما قال واحد ولازمك تخلي الا كيما يقولوا هما وجهها بركيبان حتى اخرين يقول لك حتى يديها بعد ما نورمالمون ما يبانوش هكا يقولوا الناس نتاع الشريعه ونتاع غير ولا لا هكذا يقولوا يا خويا احنا ما ظلمناهمش هكا يقولوا وكيما قال واحد لازم المراه كيما يقولوا هما كيما يقولوا هما تقول الشريعه
يستروا رواحهم، يستروا رواحهم. الطفلة ما عندهاش حق تلبس الميني جيب، ما عندهاش الحق تلبس لا جيب، ما عندهاش الحق تلبس ديكولتي، ما غير ولا ما عندهاش حق تلبس الدوني، الدوني تاعها بالنسبه ليهم هما. عليك هذيك، انا ضد الشهاده، انا 200,000% ضد الشهاده. انا نقول لك الحق، انا الطفله نقول تلبس واش بغات. انا لو كان نعم استاذ، نعم استاذ ما عندوش في المنظومه تاعو يعني باش يعطيهم دروس يلبسهم كيما يحب هو، داكو كيما تلبسهم الشريعه. ايه بصح هو الاستاذ قال لك انا قريت كيما هكذا، اسمح لي، انا قريت كيما هكذا في التربيه الاسلاميه، وقالوا لي باللي في واش يقولوا في القران وفي هذول كيف اسمهم هذول الحديث هكا الحديث وهذو كامل المراه لازم تكون مستوره، ما تلبسش الميني جيب وما تلبسش هذه وما تلبسش هذه. وزيد مدير التربيه، مش مدير التربيه سامحني يا سيد مدير التربيه، وزاره التربيه. انا مش من اليوم من اللي نسمع انا باللي في وزاره التربيه يبعثوا مناشير للليسي ويبعثوا للليسوام ويبعثوا منا يقولوا لهم ما تخليوش حتى الاولاد، مش غير النساء، حتى الاولاد يدخلوا بالشعر نتاعهم، واحده مدايره شعر نتاع ترافولتا، واحده مدايره شعر نتاع الاخر، لا لا ما كانش. والبنات اللي يدخلوا بميني جيب ما كانش، والبنات اللي تلبس كيف اسمه سروال مضبوط عليها ما كانش، الفيزو ما كانش. هذه انا قريتها، والوزاره هي اللي تبعث. ما لا وين هو المشكل؟ وين واش السيد هذا مسكين واش دار؟ هذا بور موا انا هذا الاستاذ مظلوم، انا بور موا الاستاذ هذا لازم يرجعوه للمنصب نتاعو، ولازم تخليوه يخدم خدمته، وتخليوه يرجع لنا البنات نتاعنا كل داشيات. انا نقول هكا يا خويا، انا نقول هكا. علاش؟ باسكو نتوما كيفاش تفورميوه، تقولوا له ها واش يقول الدين، وها الدين واش يقول، وها لازم المراه تستر روحها، ولازم الطفل حتى هو كيما قال واحد يلبس اللباس المحتشم، ما يلبسليش انا ترافولتا وما يلبسليش منا، ومن بعد كيروح باش يطبق تحبسوه من الخدمه تاعو. او سبحان الله العظيم، انا نقول باللي السيد هذا إلنا فيك سون ترافاي، هذا ما كان. رغم انني 2000% راني ضده، و 2000% موش ضده، هو ضد هالقوانين اللي داروها هما اللي يقولوا جبناها من الشريعه الاسلاميه. انا ضدها، انا نقول لكم الحق. البرنامج نتاعو هو وي وي خرج منه، باسكو البرنامج نتاعو محدد في دروس معينه. هو خرج يدير لهم في دروس خارج عن الاخر نتاعو. يا اخي سامحني، انا مانيش موافقك. علاش؟ باسكو الاستاذ ما خرجش خلاص على نتاعو، الاستاذ جاي يطبق واش قالوا له. واش تو دابور هو كان استاذ كيف جاء بعثوه لنا من الامريكان يقرا في ليكول الجزائريه، في كل دولة جزائرية قراته في التربية الإسلامية، وعنده اليوم السيد هذا راهو ديبلومي في الدين، وجا باش يقرن الأولاد في الدين، والدين يقول المرأة لازمها تلبس لباس كما يقول هو، ما حبيتش نقول لباس شرعي، قال قلت لها محتشم. يا سيدي أنت المرأة تجيني أنا لابسة بول، واش هي اللبسة هذه؟ المرأة تجيني لابسة طابلية وما كانش كذا من هنايا، واش هي اللبسة هذه؟ هذه ما الدين تاعنا ما يقولش كيما هك، الدين تاعنا يقول باللي المرأة لازمها تغنبر روحها، هذا ما كان، الدين تاعنا يقول كيما هكا. وزيد راني قاعد نقول لك باللي الوزارة تاعنا نتاع وزارة التربية تبعث المناشير، تبعثتهم كيف اسمه لليسي، وانا قريت المناشير هذو علقوهم، وانا تكلمت مع مديرين قال لك وي، قال لك بعثوا لنا باللي ما نخليوش مش غير البنات، حتى الاولاد اللي يجيو يلبسوا ترافولتا ومحفين شعرهم كيما تاع الغرب، انا قريتها سبحان الله العظيم، او عندي المنشور، او عندي المنشور، ما يخليهمش يخشوا. على هذاك انا نقول باللي هذا السيد هذا راهم ظالمينه، ولو كان جيت افوكا نروح بهم للعداله ونطلبهم باش يعوضوا له الايامات نتاعو، وباش نقول لهم خليوا السيد يخدم خدمته، خليوا السيد يرجع لنا ولادنا داعشيين، خليوا السيد يخرج لنا ولادنا ارهابيين. انا مانيش راني نقول كيما هكا، القوانين تاع الجمهوريه تقول كيما هكا صاحبي، القوانين تاع الجمهوريه تكون كيما هكا. نغلق القوس ونروح تشويت ساعة للسيد هذاك المسكين اللي معاك اسمه هذاك الجودوكا الجيريان
اللي ما يحبش اللي ما يلعبش مع اسرائيل هذاك مسكين هو حبس دوكا وحبس كان جي دوكا انترناسيونال وكي تلقى مع واحد اسرائيلي ما حبش يلعب واش قال لهم انا الدوله نتاعي تقول لي بلي هادو صهاينه وهادو كفار يا خويا ما تلعبش معاهم وما تعترفش بهم كيما قال كيفاش حبيتوني نلعب معاهم وكي لعب كي يرفض باش يلعب كي جاوا لهنا الا جماعه الاسلاميين هما اللي استقبلوه وخلوه الاخرين كلهم جبدوا عليه خلوه هو وحده مسكين واليوم راه انسحب كيما قال واحد وقال لهم انا الا غالب واليوم بالك سيد خدمته هذيك هي خدمته اليوم يبقى شومير كيما قال واحد حتى شومير مو شومير يبقى بلا شي خدمه قطع الشومير او يدي لو شوماج نتاعو هذاك ثاني ضحيه نتاع السياسه نتاع الدوله السياسه نتاع الناس اللي قاعده تغوفرني في الجزائر هو ضحية وهذا الأستاذ التربية ضحية نتاع الناس اللي قاعدة تسير في الجزائر الناس اللي تسير في الجزائر تقولك تقول يا ولدي احنا بلد مسلم والمادة 2 نتاع الدستور تقول باللي الدين الدولة هو الإسلام وتقول باللي والوزارة تبعث في المناشير نتاعها وتقول باللي ما تخليوش البنات يلبسوا اللباس كما يقولوا هما المتبرجين ولا مع المتبرجات ويقول ما تخليوش الولاد يلبسوا لبس الغرب ومن بعد كي يجي واحد يطبخ يولوا يديروا له مشكل ربيو الارهابيين في بلادنا في ليزيكول نتاعنا نربيو الارهابيين ونفورميوهم ورديوهم ونديروهم دي بومب اومان ومن بعد نلحقوا لهم الجيش ونلحقوا لهم العسكر يقتلوهم قالهم الارهابيين يا ولدي كيفاش انت يا منا تربي ناس على هذا الشيء هذا ويا منا تولي تاكوزيهم بلي راهم ارهابيين هاد الناس انت اللي ربيتهم هاد الناس هادو انت اللي درتهم درت منهم دي بومب اومان وحنا على هذا قدام الخطره ونقولوا راهو لازم الدولة نتاعنا تراجع السياسة نتاعها كاملة خاطر السياسة هذه هاي واش جابتنا جابتنا إلا الخراب جابتنا إلا الدم الموت لا ما كانش حاجة جابتها هاد لابوليتيك اللي مدارينها منذ الستينات وعلى هذا حنا قلنا لهم يا ودي اليوم ما تظلموش الناس ساعة هذه لا بور موا هاد الطفل هذا هاد الأستاذ هذا أنا على حساب القانون رانا دينا له حقه راهو لازم نرجعوه للمنصب نتاعو ونخليوه يخدم ونخليوه يقول للبنات هذو عنده الحق يقول لهم ما تجيونيش ولهذو اولياء التلاميذ نقول لهم راكم غالطين بناتكم لازمكم انتوما بعد تلبسوا لهم اللباس الشرعي هاك بعد نقول لهم خاطرش هذه هي لابوليتيك نتاعنا هذه هي لابوليتيك نتاعنا درك الانسان اللي ما يحبش إيه بقى يروح يدي ولده للبلاصه اخرى يديها لتونس ولا يديها مع باش المغرب ولا يديها لقريها ولا يديها لفرنسا ولا يديها للامريكان ويلبس لها الميني جيب ويلبس لها واش بغى انا كون جات عندي بنتي نديها لفرنسا نقولكم الحق ولا نديها لا بلجيك ولا نديها لا سويس خاطرش علاش هنا في الجزائر ما يمكنليش نخليها تلبس واش بغات رايحين يديروا لها مشاكل كيما درك راهم داروا المشاكل البنات هذو مساكن دونك وزيد بزياده هل البنات هذو اللي لابسين الميني جيب مساكن ولابسين لا جيب نورمال ولابسين كيما قال واحد حوايج هكا نتاع كيما قال واحد ماهمش محتشمين راهم يتعدوا على الاصابع باش نتفاهموا مليح خاطرش اليوم 80% نتاع النساء نتاعنا ولاو دعشيات هذه فورديغ اليوم يا جماعه باش ما نغلطوش روحكم راهو 80% نتاع النساء نتاعنا دعشيات وموش دعشيات في اكزومبل راهم يخافوا من ربي ولا هذه غير خليونا منها باسكو كون ندخل كيما هكا مانيش راح نهضر هضرات ماهمش ملاح والناس يوليو يقول لك علاش تتهضر كيما هكا ما لا خليونا خير خاطرش هما دعشيات كيما قال واحد في المظهر في المظهر برك في المظهر الدعشيات مبصح لو كان تبعوهم لتحت لتحت نلقاوهم بالك حتى اليهود ما يديروش واش يديروا الناس هذو كسوا رجال ولا نساء هذه احنا جزائريين وانا جزائري ونعرفوا بعضنا ما كان لا نزيدوا على بعضنا دونك هذا كل راهو تراب في العينين بصح بصح يا اخي تروح اليوم 80% نتاع الجزائريين مع الاستاذ الدعش علاش باسكو هما بعد دعشيين وقت وين هو الاصلاح لازم نديرو حنايا نهار كي نحبوا باش هذا الاستاذ هذا ما عادش يقول البنات هذو
البسوا ما تلبسوش هذا وما تلبسوش هذا، لازمنا نحبسوا علينا هذا الاخر. شوفوا برك يا ناس، عندنا جزائريين راحوا لاوروبا، يا اخي انت كي تخيل لاوروب على بالك باللي في اوروب كيما نقولوا حنا في فرنسا، في فرنسا واش كاين؟ يا اخي دوله علمانيه ما فيهاش دين الاسلام ولا دين المسيح ولا دين ما حتى والو، هما راهم 80% مسيحيين بصح. يقول لك يا خويا انا في المدارس نتاعي وفي الاخر منا ما دخليش الدين، خلاص خلاص. الوغ حنا جزائريين، جزائريين يروحوا للغرب، ها يروحوا لبلاد الكفار، يقول لك احنا راح نروحوا لبلاد الكفار، وكي يروحوا ثم يحبوا يرجعوا الناس كاملين كيما هما، كيما في الجزائر وكيما في الاخر. هاي نعطيكم انا حاجه، كاين اونترينور نتاع ليكيب، واحد ليكيب راح باش يونتريني في السعوديه، يونتريني في السعوديه، بعثوا له واحد مدرب اجوان تاعو، في عود يروحوا يشوفوا الفريق كيفاش يلعب وكيفاه يدير. الفريق نتاعو ديجا طاح، ديجا الفريق نتاعو اللي عطاوه له باش يدربه طاح. المدرب تاعنا جزائري، ايه المدرب تاعنا جزائري، وهذاك الفريق تاعو طاح. واش يدير هو؟ حكم اوريو باش يتلقى بليكيب نتاعو، لا راح يتلقى بالطلياني هذاك. واش قال له؟ قال له انت كيفاه وانت مشك مسلم وغدوه ربي يعلقك من شوافرك ومن. قال له كيفاش يعلقني من شوافري؟ اي وي. قال له غدوه تموت ويصرى فيك ما يصرى فيك ومن ومن. قال له يا ولدي وكيفاش ندير؟ قال له سهل، هيا ندخلوك الاسلام وفي الامان. راح جابوا وجابوا التلفزيون وجابوا الناس تهلل والناس تكبر، وهو هذاك المسكين يبكي هذاك. او والله غير نجيب لكم، تحبوا تشوفوه نجيبوه لكم ان شاء الله غدوه ولا غدوه نعطوه لكم. والناس تبكي والله اكبر، والونترينور تاعنا يبكي. وروح وروح يا ولدي، واش داك يا اخي؟ انت الراجل في السعوديه، راهو في مكه، لو كان عينهم يدخلوه تاع السعوديه ما يسناوكش نتايا. لا هما خلاوه في السعوديه، خلاوه السيد هذا، ما قالوا لا تقول لا والو، مي لونترينور تاعنا حنا يرجعوا مسك بالذراع. هذه شوف اعطيني هذه اعطيني تشوف لا فيديو تاع هذيك الطفله اللي دخلوها ثاني مسكينه قاوريه، جايب في هذه يقولوا في فرنسا صرات، طفله قاوريه جايبينها حتى هي غنبروها الزواليه مسكينه، وحاكمين لها يدها ودخلت الاسلام الله اكبر وما نعرف واش. اون ديريك هذا الاسلام تاعنا حنا تاع الجزائريين. دوك نعدها لكم، اسمعوا تشوفوا دوك نعدها لكم. اعطيها لي رحم والديك تشوف، ها هيا كنا نتفرجوا فيها قبيل. شوفوا الجزائريين واش يديروا يا جماعه. شوف هانا ميسي، هانا دقيقة، هانا هاني هاي سيدي. مسكينة مسكينة الطفلة هذه، مسكينة والله غير مسكينة. إن شاء الله ما إن شاء الله بعد من بعد ما تروحش لسوريا، إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله ما يبعثوهاش لسوريا ثاني. أنا مانيش ضد باش الطفلة تخش الإسلام ولا ضد الإسلام، لا، مي نقول إحنا واش دخلنا؟ إحنا كجزائريين واش دخلنا؟ حتى لو كان جات الطفلة هذه تحب تدخل وتطبطب على المسجد، والمسجد هذا حاكمينه جزائريين، وكان نحب نجي ندخل الإسلام. دخلوها لداخل، لا طبال لا والو، يدخل داخل سيدي كيما قال واحد، تسلم كيما قال واحد وتروح تصلي على روحها نورمال مع المسلمات وفي الامان. وعلاش هذا الطفاج كامل؟ هذو هما الناس هذو اللي سمحوا لي خمجوا فرنسا، خمجوا فرنسا لا، خمجوا الصوره نتاع الجزائريين في فرنسا. اليوم اللي في فرنسا يكرهوا الجزائريين، شوف حتى الكحلش عادوا عندهم قدر خير منا حنا، وعندهم الحق لي فرنسي، وعندهم الحق. قال ولدي انت تجي عندي نوكلك ونشربك ونقريك ومنا وتربي لي. بالنسبه لهم هما هاد الطفله هذه راهي راح تروح للارهاب بالنسبه للفرنسيس، وعلى هذاك هما يكرهوا الجزائريين. هايا معليش اسيدي،
نقولوا الطفلة هذه راح تتزوج بجزائري، والجزائري هذا مسلم، وماشي هي الأولى وماشي هي الأخرى. يا أخي هذه الزوجة نتاعك هذه الله يبارك دخلت الإسلام، يا خويا روح أنت وياها أدخل الإمام أخويا، خليها كي تشهد كيما قال واحد، ماهوش كيما هذه حكمت لها الصباع نتاعها ونديري راح تطير. ها ومسكينة وقول والله أكبر، حتى خلعوها مسكينة كيما قال واحد، وهزينها في الفيديو وهزينها منها، شوفوا الحاجة كبيرة. يا جماعة يا ناس يا ناس يا هيشر كيما يقولكم يقولكم هذاك من زديرة، يا هيشر يا ولدي، راه لو كان يدخل العالم كامل، العالم ما تعرفوش العالم هذا، العالم الكل يشهد وعالم الكل يدخل الإسلام، راه والله 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 لا تغير حاجة، السماء يبقى في بلاصته والأرض تبقى في بلاصتها. لو كان يا جماعة لو كان العالم هذا كامل يوليو كل مسيحيين ولا يوليو كل يهود ولا كل، والله لا تغير حاجة، يبقى السماء في بلاصته والأرض تبقى في بلاصتها. ونزيد نعطيكم حاجة، والله يا ناس والله يا لو كان العالم الكامل يدخلوا كل الإسلام ويشهدوا كل أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، غير السبيطارات نتاعنا يبقاو يعانيو، وليكول نتاعنا تبقى تعاني، والناس يبقاو ما عندهمش الحليب، والناس مساكن ما يلقاوش وين يباتوا. والله يا لو كان شوفوا نولي ونسبحوا من الليل للنهار. دونك يا ولدي هذا الدين هذا راه ما كانش في العلمانية، يكذب عليكم الكذب، والناس اللي قبلنا وداروا العلمانية اليوم ولاو لاباس عليهم. شوفوا تركيا برك، لا تركي برك، لا تركي اليوم راهم يديريجيو فيها ناس نتاع واش يقولوا نتاع الاسلام، نتاع الاسلاميين هما اللي يديريجيو فيها، بصح ما ينجموش يروحوا يخليو اللائكية، خاطش على بالهم بلي لو كان غدوة يخليو اللائكية ويخليوها ومن بعد يولي يديروا بلد مسلم كما يقولوا هما ويطبقوا الشريعة الإسلامية، راح تولي تركيا كيف غانستان، وهم ما يحبوش تركيا تبقى كيف غانستان. راكم تشوفوا ولا لا؟ حتى انا نقول لكم يا ناس راهو المشكل ماهوش في الطفله هذه مسكينه اللي جابوها تبكي دركا، ولا في الطفله هذه اللي ولا، راهو المشكل هو في الذهنيات نتاع الجزائريين اللي يحسبوا روحهم هما اكثر مسلمين من غير المسلمين، ويحسبوا في روحهم هما زعما فاهمين اكثر من الناس كل، وثاني في الناس اللي تسير في الجزائر اللي لازمهم الناس هذو يراجعوا حساباتهم باش غدوه ما يلحقوش الارهابيين اللي ربيناهم واللي فرميناهم في ليزيكول نتاعنا، ونلحقوهم للجبل نقتلوهم وقالهاهم الارهابيين، ولا نروحوا لواحد استاذ كيما هذا جاي يخدم على روحه مسكين ونوقفوه من العمل نتاعو، وقال انت راك راح تحرض في الناس وراك راح تقول باللي الدين يقول هك، وي سي فري الدين يقول هك. نعم هذا الاستاذ مسكين راهو غلطوه وضحيه نتاع السيستم اللي رانا نمشيو به. ما نطولش عليكم، نقول لكم قيم ديال هنا ونخليكم مع الاغنيه القبيليه هذه، ان شاء الله نعاود نرجع لكم من بعد ان شاء الله في كان فيديو من الفيديو اتو تلوخ. Yeah.
Can we take the man?